مقصود أن علم الكلام ليس بعلم وجهل، وهو باب فتنة وشر، وهو من أسباب الشك في القلوب والالتباس في الفهم والجرأة على الجدل. ويكفيكم إن ألطف عبارة لهم يقولون طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف على واحد. في إنسان صاحي لقد طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، إنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. كيف طريقة الخلف المتلوثين بأوضاع علم الكلام يكون طريقتهم أعلم وأحكم؟ هذا غرور للقائل، وهذا جهل من حقيقة الإسلام، وهذا جهل من مذهب السلف، وهذا كلام في مجهزة ما فيه عقل وتوازن أبدا. طريقة السلف رحمة الله عليهم أسلم وأعلم وأحكم، طريقة الخلف أضل وأجهل وأسفل. هذا صحيح. ولأهل العلم من أهل السنة كلام بليغ في التحذير من علم الكلام وبيان شؤمه وضلاله وشره على أهله، وأن أهله لا يكادون يتخلصون منه من أوضاعه. لا يغرنكم تلميق العبارات وزغراتها، لا غلط، هذا علم مستورد. كيف يحكم علم اليونان والرومان والفلاسفة في القرآن والسنة؟ الله عز وجل امتن على عباده بقوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، امتن عليه ووعدهم بالظهور والعز والتمكين والهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من أعرف بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة أو أهل الكلام؟ الصحابة. من أعرف بعد الصحابة؟ التابعين للصحابة بإحسان أو أهل الكلام؟ التابعون. من أعرف بعدهم؟ التابعون للتابعين بإحسان. من أعرف بعدهم؟ أئمة الهدى كالأئمة أربعة وأقرانهم في زمانه، ثم من أخذ عنه. الله عز وجل نبه على ذلك بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم، يربيهم يعني على القرآن وعلى السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال ومن بعد صاروا في هدى مبين أو في ضلال. على الحق الثابت. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. زكى الله عز وجل الصحابة وهجر وصار، وزكى التابعين لهم بإحسان، وتابعهم بإحسان، وأئمة الهدى بعدهم القرون المفضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير قرون الأمة. قال تعالى السابقون الأول منهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سبحانه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من غير سبيل الصحابة والتابعين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأخذ بعلم يسليك جهنم ويبعدك عن الصحابة والتابعين التابعين، هذا حمق وسفه طلاب. لابد من التنبه لهذا، الأمر خطير جداً.